طب عمي مثلا ممكن مرة ابتسم الجرح؟ ايه لا، ما كل مرة الأمور تمشي مثل ما بده الإنسان. كل مرة بتسلم الجرة؟ لا والله أول مرة بسمع فيه. إيه والله. إيه لكان؟ هلا أنا بعرف طب الجرة على أم أطلع البنت لأمها مثل ما بيقولوا، هاد قريب على هاد. غير شيء. غير شيء. مو كل مرة بتسلم. مو كل مرة تسلم الجرة. مثل شعبي شائع بين أهل العرب وتحديدا سكان بغداد. بينقال وقت المجازفة بعمل لمجرد إنه حدا قام فيه من قبل وما تعرض لأي مشكلة. برأيك ليش ارتبطت الجرة بهيك قصة؟ كل شيء مثله الكبار بالعمر يعني بيكون إجباري له قصة، فبدنا ننزع نرجع لنسألهم. هلا أنا قاري قصتها بصراحة مرة من قبل، بس والله ما متذكر. لأن الجرة قابلة للكسر، فممكن الجرة تنكسر. الجرة هو مثال بين الشعب يعني، بس وكل واحد له رأي يعني. مرة زدت جرة فما انكسرت، ثاني مرة زدتها انكسرت. لأنها قابلة للكسر. يعني هي مثل ريفي، يمكن الريف صور. ربطوا الجرة بهالموضوع لأنه دائما نحن بس بدنا نخلص الشر، بده يطلع من البيت مثلا أو شخص معين سيء بيطلع من البيت دائما بنقش له جرة ورا. موضوع الجرة لأنه الجرة أنت مثلا أحيانا بتاكلها نعرة صغيرة، شايف شلون ما بيصير لها شيء. نعرة تانية ما بيصير لها شيء، بنخبطها بالكيلة كنا أول نحن صغار ما فيها شيء، بس بعدين بتجيها نعرة كبيرة بتنكسر. مو كل مرة تسلم الجرة، قصة رمزية بس بتحمل حكمة عظيمة. وبتقول إنه بيوم من الأيام كان في امرأة حملت جرة ونازلة على حقلها لتقابل فجأة طريق زلقة بيختل توازنها لتوقع منها جرتها وما بتنكسر. رجعت تاني يوم أخذت الامرأة جرتها ونزلت بس بطريق تاني بيكون أأمن، لأنه المرة الماضية إجت سليمة وما انكسرت. بس إذا وقعت هالمرة فأكيد الجرة حتنكسر وما رح تسلم. شو موقف اللي مرة صار معك عم حسيت انه عن جد مو كل مرة بتسلم الجرة؟ الواحد بيستحضر يعني ذاكرته أصعب موقف يعني. وقت أركب باص شيخ مهدين بدي أقطع لشو اسمه للغواص، لا خلينا ننزل أحسن ما نروح بشي سيارة، عشان هيك مو كل مرة بتسلم الجرة. ما في موقف معين، بس بتقولي لما بصير معك قصة معينة أو مشكلة ومضت على خير انه مو كل مره بتزبط يعني. دي حالات احيانا بتصير معي هيك يعني، واحد بيغامر مره واثنين وثلاثه بعدين ممكن شي مره غامرت وكانت الثالثه على طول بغامر. هي بتصير لما تشلف مع الواحد شغله مو متوقعه كذا مره، فبيجي اللي يخاطر فيها كمان مره، فبيحكوا له مو كل مره بتسلم الجرة، انه لا دير بالك وقف عنده. صح. شو هو يعني تذكر؟ كيف ما بيننا نحن والصبايا، فتنتين تخانقوا مع بعضهم، فأنا كنت مثل يعني عم دافع بين هي وهي، فقلت لوحدة منهم أنه لا بقى تعيديها مو كل ما لا بتسلم الجرة أكيد. هالمثل بيعلمنا أنه لازم نحذر من المغامرة بكتير من أمور حياتنا، ونفكر كتير بالعواقب المتوقعة قبل ما نجازف بشي ما بنعرفه، لأنه مو كل مرة قادرة هالجرة تسلم.